منطقة تابرانت أبرز النقاط المتهالكة، ومنها تشاهدون الروبورتاج مع عبد الحميد المرابط محمد حجوب. الزخة المطرية القوية المصحوبة بعواصف رعدية التي شهدتها منطقة الريف بداية هذا الأسبوع لم تمر دون أن تخلف بعض الخسائر. هنا بجماعة بوشبة القروية الواقعة على بعد 150 كيلومترا من الحسيمة تضررت كثير من المنازل بسبب قوة السيول التي أتت على ممتلكات عشرات الأسر، خاصة بدواري طبرانت ودوار العزيب. الماء وجع لي من السطح، مسمعش الحيطة ترتق، رفدت البنت وجيت لها القنية تجلس، وبقى الولد هود ونلغط العداء وتجمعهم. حافظ مسكين براس ويشوف الولد هود وقال لفت امرأة ماتت ويا أنا خدامة نستلطف ونبكي. من جاو الجواد هرسوا الباب ودخلوا عندي حلوا عليا الباب خرجوني الدور ديالهم الله يداجيهم بخير. في شي 11 قسمين سمعنا شي رعاد ما عمرها كانت بحال هاد الوقيته هادي هنايا. المهم كانت رعاد بحال هادي كدوز عاديه سي نورمال، ولكن البارح بوحدها حتى لواحد اللحظه كتسبك حجار. المهم موسى الناس كلها انا في الدار كنسمع شهد ولا اله الا الله، موين الدار كيشاهدوا صافي كيقولوا الموت هادي الويدان هابطين علينا من هنا من هاد الجبل. الخصاص الكبير في البنيات التحتية بالمنطقة وهشاشة المساكن القروية والتضاريس الوعرة عوامل لا تسعف مداشر هذه القرية على الصمود أمام التساقطات المطرية التي غالبا ما تفاقم معاناة الساكنة الذين يعيشون هنا تحت رحمة عزلة قاسية. كنطالبوا بجميع المسؤولين يتدخلوا في أقرب وقت، الساكنة كلها مشات بالديار، حتى شي واحد ما بقالوش العشاد ليلة ما كيناش، الناس ليلة كلها وحنا كنعتقوا فيهم. ودابا الله يجازيكم بخير كنطلبوا من المسؤولين الكبار يتدخلوا في اقرب وقت. دوار العزيب اللي ضرات فيه 51 دار وفما يزيد على 20 دار في الدائره رقم واحد، ولهذا كنطلبوا من الجهات المسؤوله والمعنيه الالتفاته بهذه الطريق هذه، وبالخصوص الطريق الوطنيه واللي ولات عاله على الساكنه، لان قنوات صرف المياه راها تغلقات. هي اذا نذر موسم شتوي قاس تتفاقم خلاله معاناه الساكنه الذين يضعون ايديهم على قلوبهم كلما تلبدت السماء بالغيوم، للتذكير في التساقطات المطريه التي عرفتها المنطقه يوم الاثنين الماضي قاربت كميتها 100 ملم. من اخبار المسائيه الاقتصاديه للم